علاوات ومنح جديدة التزم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتجسيدها خلال هذه العهدة التي جدد فيها الشعب الجزائري ثقته في شخصه للمرة الثانية وبأغلبية ساحقة. منح ستمس فئة الطلبة العاطلين عن العمل، وستشمل أيضا المرأة الماكثة بالبيت والمرأة الريفية، حيث ستستفيد هذه الأخيرة من منحة مالية ينتظر تجسيدها على أرض الواقع حسب الالتزامات التي تعهد بها الرئيس خلال حملته الانتخابية مؤخرا. لازم نخلق لبري بور لا فام الماكثة في البيت، بالأخص المنطقة الريفية والجبلية، pour lui donner un revenu, pour lui donner une raison d'exister. Et ça va marcher, et ça marchera encore, et ça fait partie de la solidarité nationale. منحة المرأة الماكثة بالبيت تأتي تحفيزا من الرئيس للمرأة الجزائرية وتعزيزا لمكانتها بالمجتمع الجزائري ودورها المحوري الذي تلعبه في تنشئة الأجيال المستقبلية. ذوي الهمم، المعوزين، المتقاعدين، المرأة الماكثة في البيت، هادو كل نزيد لهم في المنح نتاعهم. وعقب أداء اليمين الدستورية للوحدة الثانية سيشرع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في تنفيذ برنامجه الذي يجمع بين ما بدأه في السنوات الخمس الماضية وبين ما يلتزم تحقيقه في الفترة المقبلة في مجالات اجتماعية اقتصادية ودبلوماسية.